عليكم بحلقة جديدة من برنامجنا ظواهر كونية. نحن وياكم اليوم نتابع رحلتنا بالتعرف عن الكواكب التي سميت Earth 2 أو الأرض 2، تلك الكواكب التي صنفت على أنها الكواكب الأكثر شبهاً بالأرض. بدنا نتعرف على خصائصها، ميزاتها، ليش صنفت كواكب شبيهة بالأرض، ما هي المعطيات التي جعلت العلماء يصفونها بالكواكب الشبيهة بالأرض. وكالعادة بحلقتنا في آخر أخبار علوم الفضاء والفلك، وعنا مصطلح نتعرف نحن وياكم عليه، ورحلة في زوايا الكون الجميلة وما يمتلكه كوننا الجميل من لوحات بمعظمها يعجز العلم عن تفسيرها. فاصل ومننطلق بحلقتنا لليوم. اليوم العلماء عم يتسابقوا، ووكالات الفضاء تحديداً العالمية، بصناعة الصاروخ الأثقل القادر على الوصول إلى أماكن بعيدة في الفضاء. فإذا سألنا اليوم ما هي المنافسة بين الدول؟ سابقاً كانت المنافسة الهبوط على سطح القمر، وقبلها منافسة إطلاق أول رائد فضاء، وبعدها منافسة الهبوط على المريخ. أما اليوم المنافسة الحقيقية من يطلق الصاروخ الأثقل. لكن المفارقة مشاهدينا الكرام أن هذه المنافسة ليست حكرا على وكالة الفضاء، لا، دخل بها القطاع الخاص، وأصبح القطاع الخاص يريد أن يفرض هيبته ووجوده في تكنولوجيا الفضاء، ويقول للعالم ابعتوا أقماركم الصناعية عن طريقي، فصواريخي الأثقل قادرة أن تؤمن أقماركم الصناعية في مداراتها. ولا يخفى عليكم مشاهدينا الكرام، رسوم إطلاق الأقمار الصناعية رسوم عالية، يعني القنوات الفضائية، الاتصالات، الاستشارة عن بعد، كلها تحتاج لأقمار صناعية، وكلها تكاليف عالية، وهذا يدر بالمرابح الكبيرة على القطاع الخاص. ظهرت شركة حديثة تسمى يولا (ULA). هذه الشركة الأمريكية أعلنت عن نجاحها، وبالفعل جميع الفيديوهات وجميع التقارير العلمية أثبتت أن شركة يولا أطلقت صاروخها الصغير اللي يسمى دلتا هيفي. دلتا هيفي الفضائي الصغير، هذا الصاروخ مهمته إيصال الأقمار الصناعية إلى الفضاء، سواء تلك التي تستخدم للأغراض المدنية أو تلك التي تستخدم للأغراض العسكرية. طبعا صاروخ دلتا هيفي يعتبر من أثقل الصواريخ الموجودة حاليا بالعالم، ويعتبر منافس لصاروخ سيوز الروسي، ويمثل ثاني صاروخ من شركة خاصة ثقيل. الشركة الأولى كان سبيس إكس، اليوم دلتا هيفي هو الصاروخ الثاني الذي انطلق إلى الفضاء ويعتبر صاروخ ثقيل. شو معنات مشاهدينا الكرام صاروخ ثقيل؟ معنى كلمة صاروخ ثقيل أي أنه يمتلك خزانات كبيرة من الوقود يؤهله أولاً لحمل وزن زائد، يعني عدة أقمار صناعية بإطلاقة واحدة، يعني بكل إطلاقة يمكنه أن يأخذ معه عدة أقبال صناعية، عدة حمولات قد تصل إلى أكثر من 22 طن إلى المدارات الأرضية المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك بإمكانه أن يأخذ مسبار إلى كوكب المريخ، ولهذا هناك منافسة من يمتلك الصواريخ الثقيلة. طبعا هذا يعطي فرصة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن تتحرر من عقودها مع وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، وأن تنتقل وتعود إلى الوكالات أو إلى المؤسسات الخاصة الموجودة في أمريكا. طبعا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك صاروخ ثقيل، لا تستطيع إرسال رواد الفضاء الأمريكيين عن طريق صواريخها، بل تستعين بروسيا وبصواريخ سيوز
لنقل رواد الفضاء إلى الخارج. وهذا الموضوع شكل عبء كبير على أمريكا. اليوم مع وجود قطاع خاص بدأت تتحرر من ضعفة في إنتاج الصواريخ الثقيلة. فيديو حيصور لنا عملية إطلاق دلتا هيفي التي حصلت الفترة الماضية، وسنسمع مشاهدينا الكرام التعليمات التي تصدرها مركز القيادة إلى مركز مراقبة إطلاق الصاروخ إلى المهندسين المشرفين على الصاروخ. إذا ما سنسمعه هي الأوامر. أنا حبيت خلي لكم الأوامر حتى يكون عندكم صورة كيف يتم تبادل الحوار قبل إطلاق الصاروخ. منتابع معا. لاحظوا العدد التنازلي، انطلق الصاروخ. لاحظوا العدد التنازلي. هذه هي الأوامر التي تأتي من مركز القيادة لمركز المراقبة. طبعا ما في تكون مركز القيادة قريبة من الصاروخ، وإلا قد لا سمح الله أي انفجار أو أي كارثة تودي بحياة العاملين. هي صور حقيقية للإطلاق. ثلاث خزانات وقود كبيرة يمتلكها هذا الصاروخ. طبعاً إذا تحدثنا عن الدول التي تملك الصواريخ الثقيلة أو تلك الصواريخ القادرة للوصول إلى الفضاء، يمكن هذه الدول تعد على الأصابع. أمريكا، روسيا، فرنسا، بعض الدول الأوروبية، أكيد اليابان، الصين. الصين قطعت خطوات كبيرة في هذا المجال. الهند قطعت خطوات كبيرة في هذا المجال. وأيضا إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا تميزت بتجارب عديدة بإطلاق أقمار صناعية. ومؤخرا سمعنا عن التجربة الإيرانية في إطلاق صاروخ محمل بقمر صناعي إيراني 100%، يعني تم صناعته بإيران 100%، لكن لمشكلة تقنية فشلت المهمة. لكن يكفي المحاولة، يعني هذا يعني أن هناك محاولات أخرى، وسيأتي النجاح دائما. بعد المحاولات سيأتي النجاح. لا ننسى أديسون. أديسون 100 محاولة فاشلة لاختراع المصباح. بعد 100 وبالضبط 92 محاولة فاشلة لاختراع المصباح أتت المحاولة الناجحة. هدول المصابيح اللي ببيوتنا. أديسون 98 تجربة فاشلة، كل مرة يفشل بصناعة المصباح، كل مرة يفشل، ما يأس، كمل 99 والمية والمية وصنع المصباح. وأنا متأكد أن إيران واضح مشروع الفضائي يقترب جدا من نجاح مبهر، وخاصة بإطلاق أقمار صناعية قد تكون مفيدة للعالم بأسره. روسيا أيضا لا ننكر دورها. أوروبا تمتلك قواعد صواريخ مهمة جدا. هناك بعض الدول العربية التي تسعى لأن يكون لها أقمار صناعية خاصة، مثل الجزائر، مصر. الجزائر طبعا أطلقت أقمار صناعية، لكن للأسف أمور جيدة أن يطلق الدول العربية أقمار صناعية، لكن معظم هذه الإطلاقات تتم بصواريخ غير عربية، والتحكم يكون غير عربي. يعني هذه من النقاط اللي إن شاء الله يسعى إلى تلافيها العرب، بأن يكون هناك صاروخ عربي محمل بقمر صناعي عربي ووكالة فضاء عربية. إذن هذا خبرنا الأول، وكنا عم نحكي على الدول التي
تخطو خطوات كبيرة في مجال الفضاء لازم ما ننسى الصين. بصراحة الصين ما بعرف شلون بشبه لكم يا مشاهدينا الكرام، فعلا يفاجئ الجميع. الصين تلك الدولة تفاجئ الجميع اقتصاديا اجتماعيا علميا. الصين تخطو خطوات جبارة رغم ما تعيشه من عزلة بسبب الأمور السياسية ووقفة مع وقوف مع الحق، لكن هذا الحصار لم يجعلها تتوانى لحظة واحدة عن إنجازات علمية، عن وضع بصمتها في المجالات العلمية. ومؤخرا كانت تلك البصمة التي ذهل بها العالم بسبب أولا رخص، يعني تكلفة هذه المهمة الرخيص، ونجاحها المبهر، وقدرة وكالة الفضاء الصينية على جمع جميع الخيوط وحل جميع العقبات لإيصال هذا المسبار إلى سطح القمر. والمفارقة مو أي سطح قمر، لا، السطح البعيد للقمر، السطح الغير مرئي بالنسبة لسكان الأرض، ذلك الجانب البعيد للقمر الغير مرئي لسكان الأرض هبط عليه مسبار صيني والتقط صور لأرض ذلك الجزء البعيد من القمر. طبعا الهبوط حصل في آخر يوم بعام 2018، هبط المسبار، ارتاح قليلا، وبدأ بعد ذلك خلال الشهر الماضي وشهر والأشهر الماضية بالتحرك على سطح القمر وإرسال الصور إلى الأرض. أولا إذا نطلع على صورة منلاحظ بساطة صنع هذا المسبار، مسبار صيني صناعته بسيطة جدا. هي من ناحية أولى. ناحية تانية مشاهدينا الكرام، نعم هبط الإنسان على سطح القمر وهبطت العديد من السيارات على سطح القمر والمسابر، لكن ما يميز المسبار الصيني أنه هبط بالسطح المظلم أو بالسطح البعيد لسطح القمر. بتقولوا لي شو الفرق؟ بقلكم شو الفرق. لما هبط نيل أرمسترونغ أو مهمات الفضاء بالجانب القريب للأرض، فإن التواصل ما بين الأرض والقمر لا يحتاج إلى وسيط، لا يحتاج إلى قمر صناعي، فأنا أرسل إلى القمر إشارتي وأتلقى إشارتي من القمر، ما في شيء بيني وبين القمر. فينا نحط إرسال واستقبال بيني وبين القمر، في خط نظر واحد، أنا فيني أشوف هذا الوجه، طالما فيني أشوفه ففي خط نظر، الأمواج تذهب وتعود. أما الجانب البعيد لسطح القمر فأنا لا أراه، فأنا بحاجة إلى جسم يكون بهذا المجال يرسل إليه الإشارات وترسل إلى الأرض. يعني تماما مثل هالحالة، الوجه الأول من الجهاز الحاسوب أنا شايفه، فيني أتعاطى أنا وياه، أتعامل أنا وياه، لكن ما هو موجود في هذا الجانب لا أراه. كيف أستطيع أن أراه؟ بوضع مرآة هنا فأستطيع أن أرى ما يوجد. وهكذا فعل الصينيين، أرسلوا قمرين صناعيين، الأول هون والثاني هون حول القمر، ووضعوا المسبار هنا، وأصبحوا يشكلون كخلية النحل تواصل كامل لتأتي هذه الصورة الأولى من مسبار تشانغ أه فور. تشانغ أه فور هذا اسم مسبار القمر الذي نجح في الهبوط على الجانب البعيد من سطح القمر. تشانغ أه فور يعني هو اسم آلهة القمر الأسطورية عند الصين. تشانغ أه هو آلهة القمر الأسطورية عند الصين. طبعا يمتلك هذا المسبار أجهزة ساتل وأجهزة تحكم وتصوير وتسجيل، والصين نجحت بإنشاء شبكة اتصالات مع هذا المسبار بشكل فعلا أذهل العالم. فتحية للصين اللي مو بس نجحت بالهبوط على سطح القمر، والآن تعد العدة لإطلاق محطة فضاء صينية، لتكون الدولة الوحيدة التي تملك محطة اليوم خاصة بها. محطة فضاء يعني منشأة علمية كبيرة تستقبل رواد الفضاء، وهذا يعني أن عدد كبير من رواد الفضاء الصينيين سيصبحون لديهم ضغط عمل كثيف، وستصبح الصين
من أكثر الدول التي سترسل رواد فضاء. شو رأيكم نحن وياكم نتعرف من خلال هذا الفيديو على تشانغ A4، ذلك المسبار الصيني الذي وصل إلى سطح القمر. جميع هذه الصور حقيقية التقطها هذا المسبار، فتحية إلى الصين. فاصل ونفتح ملفات حلقتنا لليوم. نحن وياكم مشاهدينا الكرام رح نتابع بحثنا عن تلك الكواكب الشبيهة بالأرض، وبرجع بذكر أنه مصطلح كوكب شبيه بالأرض هو ذلك الكوكب الذي يقع في منطقة الخضراء، المنطقة القابلة للسكن، الصالحة للسكن. وتعبير ومصطلح صالح للسكن أي أن ذلك الكوكب يمتلك درجة حرارة مناسبة لنشوء ماء سائل، يعني تتراوح ما بين 0 و100 درجة مئوية. من تلك الكواكب كوكب اشتهر كثيرا وأصبح نجم مواقع التواصل الاجتماعي، كوكب كيبلر 186F. كوكب كيبلر 186F يدور حول النجم كيبلر 186 الذي يبعد عن الأرض 560 سنة ضوئية في كوكبة البجعة. هو قزم أحمر، يعني نجم بنهاية حياته، بحجم شمسنا ودرجة حرارة أقل. لديه مجموعة من الكواكب التي تدور حوله، منها كوكب يدعى كيبلر 186F، سنته حوالي 130 يوم أرضي، كتلته تقريبا كتلة الأرض، نصف قطره تقريبا نصف قطرة الأرض، فمما يجعله كما نرى في الصورة شبيها جدا بالأرض. وأطلق عليه إيرث 2 أو الأرض 2، حتى لدرجة أن المعطيات والبيانات والمحاكاة جعلت أن رؤية نجم كيبلر 186 تشبه رؤية شمسنا. لاحظوا الشمس من الأرض ونجم كيبلر 186 من الكوكب 186F، التشابه الكبير. درجة حرارته من المجال الذي يسمح بوجود ماء سائل. العلماء ينتظرون الآن وسيلة ما، تكنولوجيا ما، طريقة ما لمعرفة هل يا ترى يمتلك غلاف جوي، وما هي نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون الموجودة فيه. فإذا كان يمتلك غلاف جوي ونسبة غاز ثاني أكسيد كربون مناسبة، سيكون هذا الكوكب مقصدا للسياح بعد زمن طويل. اليوم صعب الوصول إليه، لكن ما زال البحث بعمق عن جميع المعطيات القادمة من هذا الكوكب. فيديو لمدار هذا الكوكب وأخصائصه.
لاحظنا كيف هذا الكوكب شبيه جدا بالأرض. أيضا الكواكب الشبيهة بالأرض الكوكب كابتن بي. كابتن بي هو كوكب يدور حول نجم كابتن. نجم كابتن هو نسبة إلى الكابتن يعقوب المكتشف، عالم فلك هولندي اكتشف هذا النجم في نهاية القرن 19، وهو من أسرع النجوم التي تتحرك في السماء. يبعد هذا النجم عن الأرض 13 سنة ضوئية، وبالتالي بالمصطلحات الفلكية هو كوكب قريب نسبيا، وهذا نجم قريب نسبيا من شمسنا. الكوكب يعقوب أو كابتن بي يدور حول نجمه فقط 48 يوم. تخيلوا سنة 48 يوم، سنة 48 يوم يعني 48 تقسيم 12 أربعة، الشهر أربعة أيام. أوه ظريفة الشهر أربعة أيام، يعني كل أربعة أيام نقبض راتب شهر. يا سلام، خلونا نطلع نروح على الكوكب كابتن بي نقبض رواتبنا أسرع. إذن السنة على الكابتن، كوكب الكابتن بي 48 يوم، غير معروف نصف قطره، يعتقد أنه حجمه 5 أضعاف كتلة الأرض. متوقع أنه يحتوي مياه سطحية، لكن العلماء لا يمتلكون تأكيد. في عنا الكوكب 62F كبلر 62F، هذا الكوكب يدور حول نجم كبلر 62 في كوكبة القيثارة على بعد 1200 سنة ضوئية من الأرض. يبلغ نصف قطره تقريبا نصف قطر الأرض، وكتلته تقريبا كتلة الأرض، وسنته 268 يوم أرضي. إذن هذه المعطيات تشير إلى أن هذا الكوكب شبيه بالأرض، قطره، درجة حرارته، حجمه، حتى أنه يقال أن درجة حرارته قد تكون أبرد من الأرض، يعني ممكن توصل لناقص 30 تحت الصفر، لكن هذا يعني أن هذه الحرارة متوسطة، فبما أنها ناقص 30 في جانب، فحتما هناك مكان ما على سطح هذا الكوكب ستكون درجة حرارته مناسبة لنشوء مياه سائلة. نعمل زيارة للكوكب كبلر 62F. فعلاً هذا الكوكب شبيه جداً في الأرض. أيضاً من الكواكب التي صنفت على أنها الكواكب الشبيهة بالأرض كوكب الذئب ورقمه 1061C. الذئب هو نجم من النجوم السماء يسمى الذئب، هو نجم قزم أحمر على بعد 14 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الحواء، وهو يعتبر النجم رقم 35 من حيث قربه إلى الأرض. يدور حول هذا النجم كوكب كتلته حوالي نصف كتلة الأرض، هذا هو. نلاحظ نجمه كيف بيظهر من سطحه، نجم أحمر. هذا النجم الذئب والكوكب الذي يدور حوله الذئب سي، يظن أنه يمتلك درجة حرارة، هذه درجة الحرارة مناسبة لوجود مياه سائلة على سطحه، وهذا يعني أنه كوكب شبيه بالأرض. نحن عم نبحث حاليا عن الماء السائل، يعني هو الشرط الأساسي، لكن يظن أن درجة حرارته باردة ويمتلك برد قارس، فبالتالي لن يكون مطمع ومطمح العلماء. كبلر 442B كوكب شبيه بالأرض لكن أكبر من الأرض. كبلر 442 هو نجم يقدر عمره ب3 مليارات سنة، وتبلغ كتلته حوالي تشبه كتلته كتلة شمسنا،
وقطره تقريبا نصف قطر شمسنا، ويدور حول هذا النجم كبلر 442 كوكب يسمى كبلر 442 بي على بعد 1100 سنة ضوئية من الأرض. تم اكتشاف كبلر 442 بي مؤخرا. يظن أن سنة الكوكب 112 يوم من أيام الأرض، وهذا الكوكب نصف قطره ضعف نصف قطر الأرض، وبالتالي حجمه يقدر بأربع أضعاف حجم الأرض. وحتى صورته، لاحظ كيف صورته شبيهة جدا بالأرض، يعني كثير في شبه بينه وبين الأرض. والعلماء يظنون أن هذه الصورة التخيلية قد تكون حقيقية، وقد يكون هذا الكوكب يمتلك درجة الحرارة المناسبة لنشوء المياه السائلة. ولذلك لما صوروا لنا العلماء هذا الكوكب، أو لما نمزجوا المعلومات للكمبيوتر للحواسيب ليعطينا شكل هذا الكوكب، نتج معهم هذا الفيديو. لاحظ كيفية هذا الكوكب وشبه الأرض. إذن هذه مجموعة باقة من الكواكب الشبيهة بالأرض، والتي العلماء صنفوها أنها على أنها كواكب تشبه الأرض، وعلى أنها الأهم من بين على أنها الأهم من بين الآلاف من الكواكب التي اكتشفت خارج مجموعتنا الشمسية. هناك الآلاف، لكن من هذه الآلاف هناك العشرات من الكواكب التي تستحق أن نقف عندها مطولا وندرسها بشكل كبير، وأن نخطط لمعرفة ما تمتلكه من خصائص وميزات. فاصل، نتعرف على مصطلحنا بحلقة اليوم. مصطلحنا اللي نحكي عنه اليوم هو مصطلح روزيتا، أو تلك المركبة التي حققت للبشرية إنجاز علمي كبير، تلك المركبة التي لحقت بمذنب عشرات السنين، 10 سنوات بالضبط، 11 سنة، ثم أرسلت مسبار اسمه فيلي هبط على سطح المذنب وصور لنا كل الصور الهامة عن المذنب، بل وأكد لنا أن المذنبات عبارة عن قطع جليدية تتشكل من الماء، وأن المذنبات قد تكون الناقل الرسمي للماء في مجموعتنا الشمسية، بل وفي الكون كله. روزيتا هي حجر الرشيد، هي الاسم حجر الرشيد. هي أيضا روزيتا تشكل أسطورة علمية بوصول إلى هذا المذنب. ولهذا عندما يطلق أو يتحدث العلماء عن روزيتا، نكون نتحدث عن مهمة علمية أثبتت فعلا قمة التكنولوجيا، وأثبتت نجاح البشر عندما يصممون على أمر ينجحون بتحقيقه. ولأهمية المركبة روزيتا، ولما قدمته من خدمات جليلة للبشرية ومن بيانات ومعلومات وصور، حتى اليوم تدرس في وكالات الفضاء وتحلل، ويستنتج منها العديد من
أفكار العلمية لأهميتها تم صناعة فيلم أو إنتاج فيلم. هذا الفيلم يحاكي هدف هذه المهمة. شو رأيكم إحنا وياكم نطلع على هذا الفيلم من خلال هذا الفيديو؟ Enough. Walk with me. Perhaps we should find you something a little less challenging. I don't understand. I planned everything. Let me do it again. Once upon a time. Really? This is a good one. I promise. What is the key to life on Earth? Water. Water. For a long time, the origins of water, and indeed life on our home planet, made an absolute mystery. So we began searching for answers beyond Earth. Where could all this water have come from? In time, we turned to comets. 1 trillion celestial balls of ice, dust, complex molecules left over from the birth of our solar system. Once thought of as messengers of doom and destruction, and yet so enchanting that we were to catch one. A staggeringly ambitious plan. Are you talking about the Rosetta mission? Throw me the probe. We harnessed whole planets and their gravity to chase down the comet. So many things could have gone wrong. A failure at launch, an error in the calculations, collisions, so many unknowns. With the technology we had back then, we may as well have been shooting from a slingshot. But tell me, what was it all for? Knowledge. Yes, but we also wanted to show what was possible. From the archives. There were bigger missions after. Yes, it was the first one to catch a comet. Ambition. Stubbornness. Nothing has changed. We fall, we pick ourselves up again, and we adapt. I was watching you earlier. You actually did everything right. I destroyed your rock. I needed to see how you would react. You're ready. Reset. لاحظنا فعلا فيلم من افلام مؤثرة. هو طبعا اسمه روزيتا امبيشن، الطموح روزيتا. يتحدث عن مهمة روزيتا، يتم تشبيه طبعا الفتاة بالارض والطموح العلمي، وكيف الانسان عنده دائما طموح والعناد حتى حتى يصل الى المزنمات ويبحث عن حل لغز المياه. طبعا لغز المياه ظل لغز الصعب حله كان، يعني فعلا هل اتى الماء من البراكين، من الزلازل، من الامطار، من الغيوم، من الثلوج، من اين اتى الماء؟ وكانت الاجابه من خلال ان الماء اتى مع المذنبات والكويكبات، تلك الفرضيه التي اضحت اليوم الاكثر قربا من الواقع.
وروزيتا فعلا كان لها دور كبير في أن تعطينا هذه المعرفة. جمال هذا الفيلم أنه من إنتاج وكالة الفضاء الأوروبية، يعني هو فعل فيلم علمي بامتياز، لكن بطريقة إخراج عادية جدا وتتحدث عن أفكار علمية مهمة جدا. وحتى إجابة عن سؤال ما كان الهدف من روزيتا، هل فقط المعرفة؟ وكانت إجابة ليس فقط المعرفة بل التصميم والإرادة للوصول والتقاط أول مذنب في تاريخ البشرية. فاصل ونطلع برحلتنا بحلقة اليوم. ببرج العقرب يقع سديم يسمى سديم سرطان البحر. طبعا حديثا علماء هذا السديم الذي كان يسمى بسديم سرطان البحر غيروا اسمه وسموه سديم الحرب والسلم، يبعد عنا 8000 سنة ضوئية، من أجمل اللوحات الكونية في كوننا والتي ندعوكم لمشاهدتها من خلال هذا الفيديو ورحلتنا إليه. هذا كل شيء بحلقتنا لليوم، موعدنا بالجدد الأسبوع القادم، إلى اللقاء.